مالك يا حبيبي؟ أمك مش عاوزة تسمع الكلام، كلميها. خلاص سيبها تعمل اللي هي عاوزاه. لو ما سمعتش الكلام هتترمي في السجن. ما تقلقش شهد مش هتسيبها. في يا زينب، انت مخبية ايه؟ انت مش متعود منك عدم الاهتمام ده. عينيكي محيراني. ما تخبيهمش. انت فكرك يعني لما انت هتداريهم قلبي مش هيحس انت فيكي تبقي غلطانة؟ انا عايز اعرف يا زينب اللي واجع قلبك، قولي لي عليه، اللي تعبك وانا اشيله عنك. مروان، انا كل اللي عاوزاك تعرفه ان انا بحبك. يا ابوي سايق عليك النبي، لا قولي الكلام الحلو ده على طول. نوح عين وانت عين يا مروان، بس القلب كله تيجي ننزل مصر. ليه؟ احنا هنسيب نوح عند شمس، هتاخد بالها منه، وانا وانتي نروح نلف مع نفسينا ونهدوا شهر العسل ونتكلم وناخد وندي مع بعضينا كأننا في شهر العسل. بس مش هينفع دلوقتي، معلش خليها بعد المحاكمة. نفسي اعرف يا زينب ايه السبب اللي انا شايفه في عينيكي مش عاوزه تقولي لي عليه. نفسي اعرف اللي واجع قلبك مش عاوزه تقولي لي عليه. قولي يا زين. ايه اللي نزلك من فوق؟ انا عايز اعرف انت مستني ايه؟ ما تموتني وتخلصني. نادية راحت سلمت نفسها للبوليس، يمكن يا سيدي خايفة منك، استسلمت، لكن أنا لأ، مستحيل هعمل كده، مش هركع تحت رجليك وأقولك والنبي سامحني يا عادل بيه، وخد بالك على فكرة. اقعدي على فكرة. مش هقعد. اقعدي. هنعمل إيه في الزفت اللي إحنا فيه ده؟ ما هو مش معقول نسيب مروان واللي اسمه حسن يعلو بعد كل اللي إحنا عملناه ده؟ بجد؟ ما انا حذرتك كتير على فكره، بس انت ما سمعتش كلامي. غلطه وانا عارف اصلحها ازاي. هي تتصلح على فكره، بس لازم لها اتفاق تاني خالص. وايه هو الاتفاق ده؟ يعني انت يا عادل بجد تفتكر انا ممكن اامن لك بعد اللي عملته معايا؟ وانت متخيله ان انا ممكن اامن لواحده انا متاكد انها قتلت ابويا؟ خلاص خلاص تبقى خلصت. استني، ايه الحل اللي عندك؟ حلا يخلينا انا وانت ايد واحده اكتر من الاول كمان واحسن بكتير قوي. وايه الحل ده بقى يا اذكى واحده في العالم؟ الحل يا حياتي اللي خلينا انزل لك من فوق، واللي خلاني متاكده وواثقه ان انت عمرك في حياتك ما هترفض لي اي طلب تاني، وهتحبني قوي اكتر من الاول كمان. لا 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 بجد، انا فضولي هيموتني. ده ايه الحاجه الفظيعه الجباره اللي ممكن تخليني انسى ان انت قتلت ابويا؟ أنا حامل يا حياتي. مفيدة، ايه اللي منايمك كده؟ مالكش صالح بيه؟ شهوة برد يا مفيدة، تعالي. اجي فين؟ تعالي معاي. يدك، انا ما حللكش عشان تمسك يدي ولا تلمسني، وكنت فاكر ان انا مرمية في الشارع هنا فهجري عليك واقول لك الحقني يا حسن؟ تبقى غلطان.
اللي بيساعد ويدي ربنا. انا هجيب لك مكان تقعدي فيه. الرزق من عند الله. انت ام ولدي. لسك فاكر ولدك؟ ولدك اللي كنت عاوز تموت وتدفن انا وهو بالحياة؟ ولدك اللي انت عارف ان مفيدة ما خدتوش من حضنك وان كلام كريمة افترى؟ بس هقول ايه؟ انت كان لازم تقف جار كريمة. عارف ليه؟ عشان انا غلبانة. بس اذا كان الغلبان ملوش سعر عندكم، عنده سعر عند اللي خلقه. الغلبان اللي اتظلم واتداس عليه عنده مقام عند ربه، بيسمعه ويحن عليه. قوم يا حسن، قوم وسيبني في حالي. عمي اتفضل. مساء الخير يا حسن. مساء النور. خير؟ في حاجه؟ لا يا حبيبي مفيش حاجه. انا بسال انا وما جاليش نوم، وبطلب رتال وشاهد ما بيردوش. قلت اما اجي اطمن ودردش معاك شويه. ما تقلقيش، هما كويسين. تعالي تعالي نقعد. اتفضلي. عارف ان انت غالي عندي قوي يا حسن. بصراحه بقى انا جايه عشانك انت. أمريني. عايزه اوصيك على ريتال. مرات عمي. ريتال قبل ما تكون مراتي هي بنت عمي. عشان خاطر عمي عبد الله انا استحمل منها اي حاجه واحطها في عيني كمان، وعشان خاطرك انت انا اشيلها جوا قلبي. والله يا ابني ما عارف اقول لك ايه. اقول لك انسى اللي فات، صعب قوي الواحد ينسى. بصراحه يا حسن في كلام جوايا مش عارف اقوله لحد غيرك. انت الوحيد اللي ممكن تسمعني وتفهم كلامي كويس. وانا هسمعك للصبح.